خلال البطوله شفنا ان في فرق جايه برسائل سياسيه، المنتخب الالماني بيحط ايديه على بقه اعتراضا على ان هم ما قدروش ان هم يلبسوا الارم باند او شرط الكابتنه بتاعه المثليين، بنتكلم على رؤساء وزراء ورؤساء حكومات رايحين بيدعموا فكره، وكان الموضوع اجبار، عايز اجبرك ان انت غصب عنك هتحترم الكلام ده. طب يا عمي يا جماعه احنا الكلام ده غير مقبول عندنا، خلوه عندكم زي ما انتوا عايزين، ما تنقلوش عندنا مش عايزينه، احنا عندنا مش عايزينه الا زي ما احنا. انت اول مثلا عبدون انت، ما هو يا جماعه هو الدنيا انت النهارده عايزني ان انا لما اجي لك بلدك احترم قوانينك واحترم عقائدك واحترم الكالتشر بتاعك وثقافتك، وانت لما تجي لي لا انا بقى انا هعمل اللي انا عايزه ومالكش دعوه بتاع، انت تحمد ربنا اصلا ان انا جاي لك. لا احنا دول قويه، والنهارده التاريخ مش تاريخ بس، الحاضر كمان بيقول ان الاوروبيين بيواجهوا صعوبات كبيره جدا، واحنا الحمد لله في حال افضل بكتير قوي. تاني بقى اكد لكم من الناس هناك. طب تيجي يا عبدون، انا مره والله العظيم مره ضابط بوليس وقفني في انجلترا وانا سايق، فيعني مش عايز اقول لك يعني كان هيلبسني الكلبشات، عارف ليه ولا لا؟ ليه؟ عشان لما وقفني طبعا انا واخد على النظام البلدي بتاع مصر، فايه معلش اسف يعني، فطبعا هو وقفني نزلت له فنزلت اتكلم معايا يا ريس القصه بتاع ممنوع تنزل من العربيه ولازم ايديك تبقى على الدركسيون عشان يبقى شايفها حاجات كتيره، فانت هو بيطلب منك ان انت تحترم ايه القواعد بتاعته ولو ما مشيتش بالرولز بتاعته قبل الهوا بالمعايير المزدوجه. انت كنت قبل الهوا بتتكلم على الدبل ستاندرز ومعايير مزدوجه، هي دي بالظبط المعايير المزدوجه اللي عند الغرب، اللي هو عايز الديمقراطيه بس عايزها من وجهه نظره، فانت فالديمقراطيه من وجهه نظره اجبار ان انت تحترم وجهه نظره، او ان انت انا ممكن احترم وجهه نظرك في حتتك، بس انت لو انت جاي هنا زي ما انت بتقول لازم تمشي على ثقافه البلاد وعلى الطباع بتاعه البلاد اللي موجوده، وهو ده بيتهيألي اللي قطر قدرت فعلا تعمله، وهو ده اللي عجبني حتى في انفنتينو التمسك. انفنتينو كان في ظهرهم، لو رئيس الفيفا ما كانش في ظهرهم بيتهيألي برضو ان هو كان ممكن يبقى فيه صراع. طبعا كان دوره ان البطوله تنجح، فكان لازم في ظهرهم، لان هي في الاخر لا هقول لك انفنتينو ده قصه انفنتينو دي كبيره. لا انا هحكي لك انفنتينو كويس، انت قلت لي ان هو عمل انستغرام عشان ابتدي اعمل له فيديوهات واعمل له تاج وادخله لسه جديد ها لسه جديد مش اسبوع هخليه يقفله.